Gentlemen, this is Democracy Manifest. إن الديمقراطية معناها انجراف، معناها أن يسمح لكل جزء في الإنسان بالانطلاق في المسرات والرغبات، معناها انحلال التماسك وتبادل التعاون وتتويج الفوضى والحرية، ومعناها عبادة أوساط الناس ومقت التفوق والنبوغ. ومعناها استحالة ظهور الرجال العظماء، إذ كيف يمكن لأعاظم الرجال الإذعان إلى غش وأكاذيب الانتخابات؟ أية فرصة تقدمها الانتخابات لأعاظم الرجال؟ إن الشعب يكره صاحب الروح الحرة عدو القيود الذي لا ينتمي إلى حزب من الأحزاب كما تكره الكلاب الذئاب. كيف يمكن أن يترعرع الإنسان الأعلى في مثل هذه التربة؟ وكيف يمكن لأمة بلوغ العظمة إذا لم تنتفع وتستخدم أعظم رجالها بإثبات همتهم وتركهم لا يسمع بهم أحد؟ إن مثل هذه الأمة سرعان ما تفقد أخلاقها بتمجيدها لصاحب أكثرية الأصوات في الانتخابات بدلا من الموهوب المتفوق النابغ. في مثل هذا المجتمع تتشابه الأشياء وتتحول النساء إلى رجال والرجال إلى نساء. There ain't gonna be nobody up there but me. كان زرادشت وهو يقصد كهفه وجباله يمر بشعوب عديدة ومدن كثيرة متمهلا في رحلاته، وها هو ينتهي فجأة إلى باب المدينة العظمى. لكن هنا انتصب بوجهه مجنون مزبدا فاتحا ذراعيه وقد سد عليه الطريق. وما كان هذا المعترض إلا من لقبه أهل المدينة بسعدان زرادشت، لأنه كان يقلد حركاته ولهجته ويستعير شيئا من كنوز حكمته. وخاطب المجنون زرادشت قائلا: أي زرادشت، إن هنا المدينة العظمى، وما لك أن تظفر منها بشيء، بل عليك أن تفقد فيها كثيرا. ما الذي يضطرك إلى الانغماس في هذا الوحل؟ فاشفق على قدميك وقف عند بابها تافلا عليه وعد أدراجك. هنا جحيم كل فكرة فريدة، هنا تصهر الأفكار السامية حتى تصبح مزيجا مائعا، هنا تتهرأ كل عاطفة شريفة، ولا يسمح إلا للعواطف الجافة بأن تعلن نفسها، وللمشاعر الهزيلة أن تجلجل. ألا تشتم رائحة المجازر حيث تنحر الأفكار، ومطابخ العقول حيث تباع بأبخس الأثمان؟ أفلا ترى أبخرة العقول المجندلة تتصاعد منتشرة كالدخان فوق هذه المدينة؟ أفما تلوح لك الأرواح معلقة معروضة كأنها خرق قذرة بالية، فإذا هي تنقلب صحفا تنشر بين الناس؟ أفما تسمع البيان الطلي
يستحيل هنا إلى تلاعب ألفاظ وسخائف تغص بها جداول الصحف، فإذا هي مصارف أقدار. إن بعضهم يتحدى البعض الآخر ولا يعلمون على ما يختلفون، يأخذ بهم الغيظ كل مأخذ وقد غاب عنهم سببه. لقد استولى عليهم البرد فلا يدفؤون إلا بكرع الخمور، وإذا ما دبت الحرارة فيهم لجأوا على مهب الأفكار الباردة، فهم أبدا مصابون بحمى الرأي العام، مأخوذون بدرجة غليانه. هنا مقام جميع الرذائل والشهوات، وهنا أيضا فضائل عديدة لها مهارتها ولها مشاغلها، ولتلك الفضائل الجمة أنامل للكتابة وأرداف من رصاص، وللمتحلين بها وسادات من الجلد علقت عليها الأنواط، ولهم أيضا بنات هزلت أردافهن فاصطنعنا لهن من القش أردافا. أي زرادشت، أستحلفك بكل ما فيك من نور وقوة وصلاح أن تبصق على هذه المدينة، مدينة بائعي السلع، وتكر راجعا إلى الوراء. إن الذي يجري في عروق سكانها إنما هو دم فاسد، فابصق على هذه المدينة لأنها المزبلة التي تتراكم فيها الأقذار. ابصق على مدينة النفوس الضعيفة والصدور الضيقة، مدينة العيون الحاسدة والأنامل اللزجة، مدينة الوقحين والفجار والمعربدين والطامعين اليائسين، المدينة التي يتكدس فيها من تأكلهم سوس الفساد من أجل الشهوات المضروبين بالقروح المتآمرين. ابصق على هذه المدينة وعد أدراجك. ومد زرادشت يده مطبقا فم المجنون المزبد في حدته قائلا له: أما آن لك أن تصمت؟ لقد تحملت طويلا حركاتك وأقوالك، ما الذي دعا بك إلى الإقامة على ضفاف هذا المستنقع حتى أصبحت أنت أيضا ضفدعا وعقربا؟ أفما تسيل في عروقك أنت أيضا دماء المستنقعات الفاسدة؟ فها أنت تحسن النقيق وتجيد اللعن، لماذا لم تطفر إلى الغاب؟ لماذا لم تذهب لحرث الأرض؟ أفليس في كل جهة من البر جزيرة خضراء؟ إنني أحتقر احتقارك، وقد كان عليك أن تبذل نصحك لنفسك قبل أن تجود به علي، فإن احتقاري هو الطائر النذير، لن يتعالى من أقدار المستنقعات بل يهب من مواطن الحب والأشواق. أيها المجنون المزبد، ما الذي يهيب بك إلى رفع هذه الأصوات المنكرة؟ إن الناس لم يوجهوا إليك ما كنت تتوقع من ثناء، لذلك جلست إلى أكوام الأقذار مزمجرا صاخبا مفتشا فيها عما تسلح به انتقامك، وتظن أن أمرك قد خفي علي. أصمت أصمت، فإن كلماتك تلحق الضرر بي، حتى ولو كانت الحقيقة فيها، ولو انطوت 1000 حقيقة فيما أقول، لأنك تسيء إلي بأقوال نفسها. هكذا تكلم زرادشت وهو يلتفت إلى المدينة متنهدا، ثم صرخ بعد صمت طويل: لقد كرهت هذه المدينة العظمى أنا أيضا، وليس هذا المجنون من يثير كراهتي فحسب، فهي مثله وهو مثلها، ليس فيهما ما يقبل إصلاحا أو زيادة فساد. ويل لهذه المدينة العظمى.
ويل لهذه المدينة العظمى، ولكم أود أن أرى أعمدة النار التي ستحترق بها، إذ أعمدة النار تلك هي التي ستستبق حلول الظهيرة. لكن لهذا وقته وقدره. أما أنت أيها المجنون، فإنني أستودعك بهذا التعليم: إذا امتنع على الإنسان أن يبذل حبه، فعليه أن يذهب في سبيله. هكذا تكلم زرادشت، وسار في سبيله متجاوزا المجنون والمدينة العظمى. هكذا تكلم زرادشت. أنت وطني، أنت وطني أيتها العزلة، لقد طال اغترابي في بلاد المتوحشين، فها أنا ذا أعود إليك أيها الوطن، وعيناي تذرفان الدموع. ارفعي شاهدك وهدديني أيتها العزلة تهديد الأم، وانظري إلي مبتسمة بابتسامتها، وسليني عن حال من هرب منك إلى بعيد، كأنه العاصفة الجامحة، من أفلت منك وهو يصيح: لقد طال انفرادي فنسيت الصمت. سليني، هل تعلمت الصمت الآن؟ وقولي لي، لم تخف عني منك خافية، فقد كنت تشعر أنك وحيد بين الجميع، فيسودك من الوحشة ما لم تعرفه وأنت في أحضاني. إن الفرق بين الوحدة والوحشة لبعيد، هذه هي الحكمة التي تعلمتها الآن، فأدركت أنك ستبقى أبدا الغريب المستوحش بين الناس، حتى ولو بذلوا حبهم لك، لأنهم يطمعون منك بمداراتهم قبل كل شيء. إنك هنا تأوي إلى مسكنك، فيمكنك أن تقول ما تريد، ففي العزلة لا يخجل الإنسان من خطرات سريرته المتصلبة. كل شيء هنا ينقاد إلى بيانك متحببا طائعا، لأن الأشياء كلها تقصدك لتعتليك، وتعلو أنت رموزها كمطايا، تذهب بك مطلوقة العنان نحو الحقائق جميعها. ها هنا لك أن توجه خطابك إلى كل الأشياء، لأن كل كلمة إخلاص تقال لها تتلقاها حمدا لها وثناء عليها. إن العزلة شيء، والوحشة شيء آخر. وهلا ذكرت يا زرادشت صرخة طيرك فوق رأسك عندما كنت مضعضعا أمام جثة ميت في الغاب، ولا تدري إلى أين المصير، فتتمنى أن يأتي نسرك وأفعوانك لهدايتك، بعد أن لاقيت بين الناس أخطارا لم تشهد بين الحيوان مثلها. تلك كانت الوحشة بعينها. أفما تذكر يا زرادشت زمنا توسطت فيه جزيرتك كأنك ينبوع خمر يتدفق بين الدنان الفارغة، فيملأها موزعا خمره على العطشة بلا حساب، حتى أمسيت وحدك الظامئ بين المرتوين، فرفعت صوتك بالشكوى تحت جنوح الليل، متسائلا عما إذا لم يكن في الأخذ سعادة أوفر من سعادة العطاء، وإذا لم يكن من السعادة في السرقة ما ليس في الأخذ. تلك كانت الوحشة بعينها. أفما تذكر الزمن الذي طردتك فيه من نفسك أعمق الساعات صمتا، وهي تقول لك همسا: تكلم وهدم، فدفعت بك إلى كره صبرك وسكوتك، فقضت على ما فيك من شجاعة متواضعة. تلك كانت الوحشة بعينها. أيتها العزلة، لكم في صوتك من نبرات السعادة، في عطفه وحنانه. ليس بيني وبينك من شكوى ولا عتاب، فكلانا نمر صريحين من الأبواب المشرعة، لأن كل شيء لديك مضيء
والساعات تمر فيك عجلة خفيفة، وما تتثاقل الساعات في النور تثاقلها في الظلام. إنني أشعر هاهنا بأن لكل شيء روحه ومعناه، فكل كائن يريد أن يعبر عن سريرته، وكل ما سيكون يطمح إلى تعلم البيان مني. أما هنالك فكل قول عبث وهراء، وخير حكمة للناس هي النسيان والفناء، وهذا ما تعلمته منهم. وإذا ما أراد أحدهم أن يفهم كل شيء، وجب عليه أن يستولي على كل شيء، وما تمتد إلى الأخذ يداي الطاهرتان. لقد تولاني الإشمئزاز من رائحة أنفاسهم، فوا أسفاه على زمن طويل قضيته حيث يضجون ويتنفسون. يا للعزلة، يا للعزلة، يا للعزلة السعيدة أتمتع بها، ويا للعرف الزكي يتضوع حولي. إنني أنشق بملء رئتي هذا الهواء النقي في هذا السكون المتصنت. أما هنالك فكل شيء يتكلم ولا سميع، فإذا ما أذاع أحد فضائله بقرع الأجراس، خنق الدوي في الساحات رنين الفلوس الكبيرة تقلبها أيدي البائعين. وهنالك يتكلم الكل، وليس من أحد يفهم ما يقال، فكل شيء يقع في المياه الجارية، ولا ينسرب شيء إلى أعماق منابعها. هنالك كل شيء يتكلم، ولا شيء يبلغ نجاحا أو تكاملا، كل يصيح، وليس من يرضى باحتضان البيوض في الأعشاش، كل يتكلم، وكل كلام متراخ مديد. وما كان يقصو من البيان على أفواه أبناء الأمس أصبح لينا تلوكه الأشداق في هذا الزمان. هنالك كل يتكلم، ولم يبق من مستور لم يهتك، فما كان يعد بالأمس سرا كمينا في أعماق النفوس تتناوله اليوم مقارع الطبول وحناجر الصائحين. فيا للطبيعة البشرية، ما أنت إلا ضجة في المسالك المظلمة. لقد تجاوزتك فتركتك ورائي خطرا أنقذت منه، وقد كانت المدارات والرحمة أشد ما تعرضت له من أخطار. وكل كائن في البشر يطلب أن يعامل بالمدارات والرحمة، وما عشت بين الناس إلا وأنا أحفظ حقائقي في قلبي، ويداي وأحشائي ترتعش ارتعاش الجنون لأكاذيب الرحمة والإشفاق. هكذا عشت بين الناس، جلست بينهم متنكرا، أكاد أجحد ذاتي لأحتملهم، مقنعا نفسي بقولي أنني مجنون لا أدرك حقيقتهم. إذا أنت عاشرت الناس فإنك لتنسى ما تعرفه عنهم، لأن ما ينطح بصرك من المشاهد الخارجية يصده عن سبر أبعادهم وأعماقهم. لقد جهلوا حقيقتي، فدفعني جنوني إلى مداراتهم بأكثر من مدارات نفسي، لأنني تعودت أن أقسو عليها، فأصبحت هذه المراعاة انتقاما منها لها. جلست بين الناس تلدغني حشراتهم السامة، وتنال مني شرورهم نوال قطرات الماء المتوالية الانسكاب على الحجر، فكنت أقول لنفسي إن الحقارة تحمل براءتها في ذاتها. وما رأيت بين الناس حشرات أشد فتكا بسمومها من الصالحين، لأنهم يغرزون حماتهم بكل صلاح ويكذبون بكل صلاح، فكيف أتوقع منهم عدلا وإنصافا؟ إن الرحمة تعلم الكذب لمن يعيش بين أهل الصلاح، وهي تضغط بجوها الثقيل على الأرواح الحرة، إذ يمنع عنها أن تتفهم جهل الصالحين. إنما تعلمته هنالك هو أن أستر نفسي وأخفي ثروتي، لأنني رأيت كل غني بين الناس
فقيرا بعقله، وقد أضلني إشفاقي فقادني إلى النظر في الخفايا وتقدير ما زاد وما نقص في عقل هذا وعقل ذاك. دعوت الحكماء المتعصبين حكماء ولم أزد، فتعلمت أن أقتضب كما تعلمت استبدال الكلمات، فدعوت حفاري القبور منقبين وعلماء. ولطالما مني الحفارون بالأمراض، ففي المثاوي ما ينبعث كريها قاتلا، وخير أن لا نثير من المستنقعات كامنها، وما الحياة إلا على القمم. وها أنا ذا أنشق الهواء الطلق على أعالي الجبل، حيث لا أشتم روائح المجتمع الإنساني. إن الهواء الحي يدغدغ رئتي، فتتسع لاستنشاق القوة والحياة. هكذا تكلم زرادشت. كان زرادشت وهو يقصد كهفه وجباله يمر بشعوب عديدة ومدن كثيرة، متمهلا في رحلاته، وها هو ينتهي فجأة إلى باب المدينة العظمى. لكن هنا انتصب بوجهه مجنون مزبدا فاتحا ذراعيه، وقد سد عليه الطريق. وما كان هذا المعترض إلا من لقبه أهل المدينة بسعدان زرادشت، لأنه كان يقلد حركاته ولهجته ويستعير شيئا من كنوز حكمته. وخاطب المجنون زرادشت قائلا: أي زرادشت، إن هنا المدينة العظمى، وما لك أن تظفر منها بشيء، بل عليك أن تفقد فيها كثيرا. ما الذي يضطرك إلى الانغماس في هذا الوحل؟ فاشفق على قدميك، وقف عند بابها تافلا عليه، وعد أدراجك. هنا جحيم كل فكرة فريدة، هنا تصهر الأفكار السامية حتى تصبح مزيجا مائعا، هنا تتهرأ كل عاطفة شريفة، ولا يسمح إلا للعواطف الجافة بأن تعلن نفسها، وللمشاعر الهزيلة أن تجلجل. ألا تشتم رائحة المجازر؟ حيث تنحر الأفكار ومطابخ العقول، حيث تباع بأبخس الأثمان. أفلا ترى أبخرة العقول المجندلة تتصاعد منتشرة كالدخان فوق هذه المدينة؟ أفما تلوح لك الأرواح معلقة معروضة كأنها خرق قذرة بالية، فإذا هي تنقلب صحفا تنشر بين الناس؟ أفما تسمع البيان الطلي يستحيل هنا إلى تلاعب ألفاظ وسخائف تغص بها جداول الصحف، فإذا هي مصارف أقدار؟ إن بعضهم يتحدى البعض الآخر ولا يعلمون على ما يختلفون، يأخذ بهم الغيظ كل مأخذ وقد غاب عنهم سببه، لقد استولى عليهم البرد فلا يدفؤون إلا بكرع الخمور، وإذا ما دبت الحرارة فيهم لجأوا على مهب الأفكار الباردة، فهم أبدا مصابون بحمى الرأي العام، مأخوذون بدرجة غليانه. هنا مقام جميع الرذائل والشهوات، وهنا أيضا فضائل عديدة لها مهارتها ولها مشاغلها، ولتلك الفضائل الجمة أنامل للكتابة وأرداف من رصاص، وللمتحلين بها
وسادات من الجلد حلقت عليها الأنواط، ولهم أيضا بنات هزلت أردافهن، فاصطنعنا لهن من القش أردافا. أي زرادشت، أستحلفك بكل ما فيك من نور وقوة وصلاح أن تبصق على هذه المدينة، مدينة بائعي السلع، وتكر راجعا إلى الوراء. إن الذي يجري في عروق سكانها إنما هو دم فاسد، فابصق على هذه المدينة لأنها المزبلة التي تتراكم فيها الأقذار. ابصق على مدينة النفوس الضعيفة والصدور الضيقة، مدينة العيون الحاسدة والأنامل اللزجة، مدينة الوقحين والفجار والمعربدين والطامعين اليائسين، المدينة التي يتكدس فيها من تأكلهم سوس الفساد من أجل الشهوات المضروبين بالقروح المتآمرين. ابصق على هذه المدينة وعد أدراجك. ومد زرادشت يده مطبقا فم المجنون المزبد في حدته قائلا له: أما آن لك أن تصمت؟ لقد تحملت طويلا حركاتك وأقوالك، ما الذي دعا بك إلى الإقامة على ضفاف هذا المستنقع حتى أصبحت أنت أيضا ضفدعا وعقربا؟ أفما تسيل في عروقك أنت أيضا دماء المستنقعات الفاسدة؟ فها أنت تحسن النقيق وتجيد اللعن، لماذا لم تطفر إلى الغاب؟ لماذا لم تذهب لحرث الأرض؟ أفليس في كل جهة من البر جزيرة خضراء؟ إنني أحتقر احتقارك، وقد كان عليك أن تبذل نصحك لنفسك قبل أن تجود به علي، فإن احتقاري هو الطائر النذير، لن يتعالى من أقدار المستنقعات، بل يهب من مواطن الحب والأشواق. أيها المجنون المزبد، ما الذي يهيب بك إلى رفع هذه الأصوات المنكرة؟ إن الناس لم يوجهوا إليك ما كنت تتوقع من ثناء، لذلك جلست إلى أكوام الأقذار مزمجرا صاخبا، مفتشا فيها عما تسلح به انتقامك. أتظن أن أمرك قد خفي علي؟ أصمت، أصمت، فإن كلماتك تلحق الضرر بي، حتى ولو كانت الحقيقة فيها، ولو انطوت 1000 حقيقة فيما أقول، لأنك تسيء إلي بأقوال نفسها. هكذا تكلم زرادشت وهو يلتفت إلى المدينة متنهدا، ثم صرخ بعد صمت طويل: لقد كرهت هذه المدينة العظمى أنا أيضا، وليس هذا المجنون من يثير كراهتي فحسب، فهي مثله وهو مثلها، ليس فيهما ما يقبل إصلاحا أو زيادة فساد. ويل لهذه المدينة العظمى، ويل لهذه المدينة العظمى، ولكم أود أن أرى أعمدة النار التي ستحترق بها، إذ أعمدة النار تلك هي التي ستستبق حلول الظهيرة، لكن لهذا وقته وقدره. أما أنت أيها المجنون، فإنني أستودعك بهذا التعليم: إذا امتنع على الإنسان أن يبذل حبه، فعليه أن يذهب في سبيله. هكذا تكلم زرادشت وسار في سبيله متجاوزا المجنون والمدينة العظمى. هكذا تكلم زرادشت. أنت وطني، أنت وطني أيتها العزلة، لقد طال اغترابي في بلاد المتوحشين، فها أنا ذا أعود إليك أيها الوطن، وعيناي تذرفان الدموع
ارفعي شاهدك وهدديني أيتها العزلة تهديد الأم، وانظري إلي مبتسمة بابتسامتها، وسليني عن حال من هرب منك إلى بعيد، كأنه العاصفة الجامحة، من أفلت منك وهو يصيح. لقد طال انفرادي فنسيت الصمت، سليني هل تعلمت الصمت الآن؟ وقولي لي لم تخف عني منك خافية، فقد كنت تشعر أنك وحيد بين الجميع، فيسودك من الوحشة ما لم تعرفه وأنت في أحضاني. إن الفرق بين الوحدة والوحشة لبعيد، هذه هي الحكمة التي تعلمتها الآن، فأدركت أنك ستبقى أبدا الغريب المستوحش بين الناس، حتى ولو بذلوا حبهم لك، لأنهم يطمعون منك بمداراتهم قبل كل شيء. إنك هنا تأوي إلى مسكنك، فيمكنك أن تقول ما تريد، ففي العزلة لا يخجل الإنسان من خطرات سريرته المتصلبة. كل شيء هنا ينقاد إلى بيانك متحببا طائعا، لأن الأشياء كلها تقصدك لتعتليك، وتعلو أنت رموزها كمطايا تذهب بك مطلوقة العنان نحو الحقائق جميعها. ها هنا لك أن توجه خطابك إلى كل الأشياء، لأن كل كلمة إخلاص تقال لها تتلقاها حمدا لها وثناء عليها. إن العزلة شيء والوحشة، الوحشة شيء آخر. وهلا ذكرت يا زرادشت صرخة طيرك فوق رأسك عندما كنت مضعضعا أمام جثة ميت في الغاب ولا تدري إلى أين المصير، فتتمنى أن يأتي نسرك وأفعوانك لهدايتك بعد أن لاقيت بين الناس أخطارا لم تشهد بين الحيوان مثلها؟ تلك كانت الوحشة بعينها. أفما تذكر يا زرادشت زمنا توسطت فيه جزيرتك كأنك ينبوع خمر يتدفق بين الدنان الفارغة فيملأها موزعا خمره على العطشة بلا حساب، حتى أمسيت وحدك الظامئ بين المرتوين فرفعت صوتك بالشكوى تحت جنوح الليل، متسائلا عما إذا لم يكن في الأخذ سعادة أوفر من سعادة العطاء، وإذا لم يكن من السعادة في السرقة ما ليس في الأخذ. تلك كانت الوحشة بعينها. أفما تذكر الزمن الذي طردتك فيه من نفسك أعمق الساعات صمتا وهي تقول لك همسا تكلم وهدم، فدفعت بك إلى كره صبرك وسكوتك، فقضت على ما فيك من شجاعة متواضعة. تلك كانت الوحشة بعينها. أيتها العزلة، لكم في صوتك من نبرات السعادة، في عطفه وحنانه. ليس بيني وبينك من شكوى ولا عتاب، فكلانا نمر صريحين من الأبواب المشرعة، لأن كل شيء لديك مضيء، والساعات تمر فيك عجلة خفيفة، وما تتثاقل الساعات في النور تثاقلها في الظلام. إنني أشعرها هنا بأن لكل شيء روحه ومعناه.